بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم فور سيزون الاستيراد. حبينا نعمل ريفيو بسيط بنوضح لحضراتكم امكانيات الاكس ماكس. الجهاز زي ما حضراتكم شايفين الشاشه بتبقى 6.5 بوصه. لو حبينا مثلا نجرب النت وسرعه النت مثلا، انا عايز اسمع منك بشنقه زي ما حضراتكم ليلى شايفين مصر ولا ايه؟ عايز اسمع نمبر 1. ده بيبقى صوت انا الجهاز. عليا الليل، يلا نشوف بقى محمد رمضان بيسمع نمبر 1 مني الليل. الجهاز زي ما حضراتكم شايفين بيبقى مطابق للأصلي تماما. ده بيبقى شكل الإعدادات. لو حبينا مثلا نشوف إمكانيات الجهاز، ده إمكانيات الجهاز. الكاميرا بتبقى أمامية 13 ميجا بكسل وخلفية 16. الجهاز بيبقى فيه أب ستور. نحمل. ده بيبقى شكل أب ستور. الجهاز بيبقى مطابق للأصلي تماما. وده كان ريفيو بسيط للآيفون إكس ماكس. لطلب المنتج برجاء التواصل على رسائل الصفحة أو الأرقام الموجودة على الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.